هذه لحظة تاريخية، اعتراف من مكتب مديري نادي الكوكب المراكشي بتكريم جميع الفروع، وكذلك تكريم مسيرين أبلو البلاء الحسن وأعطوا الشيء الكثير للفريق. ولي الشرف الكبير أنني كنت من ضمن الوفد الصحفي أو الإعلاميين الذين تم تكريمهم هذا اليوم، واعتراف ضمني بالمجهودات التي يعني يتكبدها رجال الإعلام من أجل الخبر ومن أجل الصورة. شكرا للمكتب المديري نادي الكوكب المراكشي على هذا التشريف وهذا التكريم الذي سيبقى يعني بمثابة وسام على صدري، وسيبقى كذلك سيحفظ التاريخ، لأن هذا التكريم جاء في وقت يعني أعطينا فيه شيء الكثير للصحافة الوطنية والإعلام الرياضي الوطني. شكرا مرة أخرى للمكتب المديري نادي الكوكب المراكشي الذي تشرف بتكريم العديد من الفعاليات من رياضيين مسيرين ورجال الإعلام وكذلك لاعبين سابقين. شكرا مرة أخرى وللمرة الألف للمكتب المديري نادي الكوكب المراكشي.